تقدير لسموه على ما قدم لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ولهذه الانطلاقات على مدى شهر كامل. عشنا مشاهدينا الكرام أجمل وأحلى اللحظات سواء في أشواط السيارات أو الأشواط النقدية هنا في هذا الختام الكبير الذي شاهدنا وتابعنا من خلاله الكثير من السباق والمنافسات الجميلة وكذلك من النوعيات المفضلة الذي ذهبت مشاهدينا الأعزاء وطارت بالناموس وطارت كذلك بالانتاج المميز الذي شاهدنا من خلاله كل هذه السلالات على أرضية ميدان المرموم. شكرا أبو راشد على هذا التواجد وعلى هذا المجتمع الكبير صاحب الأيادي البيضاء. ينطلق شوط الختام مشاهدينا الكرام ونقول مع شوط الختام هنا لكل الأخوة الملاك والمضمرين بأن الموعد أكيد بلا شك سيكون قريبا جدا مع أول سبتمبر مشاهدينا الأعزاء في هذا الموسم الجديد والموسم القادم إن شاء الله. نتمنى من الجميع المحافظة دائما على النوعيات الرئيسية. نتابع مع حضراتكم الآن ويبدأ المسار مع الشوط والشوط خاص بالأبكار في هذه الانطلاقة وتحمل هذه النوعيات. بن يابر العامري حتى الآن هو محافظ على هذا التقدم. وهدي أعصابك يا أخوي، هدي أعصابك يا أخوي، لكن نشوف المركز الثاني، لا زال بن درويش في المركز الثاني، في المركز الثاني، المركز الثالث وصلت الدكتورة، الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي، ولكن الله يا ملوح سعيد بن عبيد المزروعي وصل الان، وصل وخذ المركز الثالث محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي من خلال هذا التحدي وهذه الانطلاقه. لكن يا سلام العوده الى الصداره، العوده الى محمد بن صالح بن يابر العامري، هو الان مقدم جباره في الصداره وصدى في الصداره جباره، لكن اتحذر يا اخوي الوصله ملوح، ملوح واصله، ملوح وجباره، جباره وملوح، ملوح وجباره، ولكن جباره تنهي لهالي العين ولا ملوح تنهي لهالي الوثبه وهالي العين. اللحظه الاخيره، اللحظه الاخيره، سلام زاخر سلام واسعد الله صباحك يا محمد يا بن صالح يا بن يابر العامري على فوز جباره بالمركز الاول. المركز الثاني ملوح لمحمد بن سعيد بن عبيد المزروعي، المركز الثالث الدكتور محمد بن مطر بن مطوع، المركز الرابع مشاهدينا الكرام عتيج بن سيف بن حاضر العميمي هاتي الظبي، والمركز الخامس وصلنا من خلال هذا المسار مع شاني سعيد بن عبيد السبوسي مشاهدينا الكرام يصل في انطلاقته هذا الشوط وهذا التحدي. كانت هذه النتيجة أيها الحبل الكريم في شوط الختام. إذا هذه لحظات وصول جبارة، 6 دقائق 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية تانينا والناموس لمحمد بن صالح بن يابر العامري، واسعد الله صباحك في شوط الختام يا العامري. بينما المركز الثاني كانت ملوح محمد بن سعيد بن عبيد المزروعي ب6 دقائق 18 ثانية، بالوفاء والتمام والكمال كانت حاضرة في هذا الانطلاق. أما الشوط أو المركز الثالث اللي وصلت من خلال مشاهدينا الكرام الدكتورة محمد بن مطر بن مطوع الاجتبي وصلتنا بتوقيت زمني 6 دقائق و20 ثانية و5 أجزاء من الثانية، كان توقيتها الزمني مشاهدينا الكرام في شوط الختام وفي ثالث المراكز من خلال هذه اللحظات. أما الآن نعود بحضراتكم مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني الأفضل والأجمل في طلاقة